وأنا على استعداد لكي أسافر إلى آخر دول العالم من أجل أن لا يجرح جندي مصري من أولادي. وعلى استعداد لكي أسافر إسرائيل وألقي ندوة في الكنيسة الإسرائيلية ذاته عشان أعرف المعرسين إن في حرب أكتوبر الماجدة نكت دين أبوهم، ولن أرحم أي جندي إسرائيلي حيقف قدام حنيك دين أمه. المعرسين إسرائيليين اللي مالهمش كلمة ولا لهم اتفاقيات، دول شعب خوالات وناس بتضحك على بعض على الدقون ويقعدوا معاك ويقعدوا يعملوا اتفاقية كامب ديفيد وكامب موترتر. طب يا متنقين يا اولاد الوسخة، لما بتتفقوا مع الناس اللي زينا وبتعملوا اتفاقيات ما بتنفذوهاش ليها مع الرصيد؟ والفلسطينيين اللي عمالين كل يوم تموتوهم وتضربوهم وتهزقوا الفلسطينيين، عملوا لكم ايه يا متنقين؟ وخدت الاراضي بتاعتهم وضحكت عليهم وموتوا ياسر عرفات وسممتوه، ده لو هشوف واحد منكم اسرائيلي هعرفش اختن امه. ايه ما تتكلموا بقى، انا عايز واحد يتكلم ويدافع عن اي واحد اسرائيلي، ده ناس معرفة كلها يا حاج. النهارده كل البيوت في اسرائيل كلها معرسين بيعرسوا على عياله، هيجوا عليه يعملوا علينا رجاله ورايحين يضربوا ثلاث جنود عيال مسلمين طيبين في رفح، تضربهم ليه يا معرس؟ وتقول لك كان معدي يصور ام ترتر، يا راجل يا عرس يا ابن الوسخه يا شارون، ده انا هندن امك.